نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل الأحرار والشرفاء في العالم الذين دعموا المقاومة بالمال والسلاح، والتي تمكنت من خلاله من تغيير معادلة الصراع على الأرض. ونخص بالذكر الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران عندما تدعم غزة هذا واجبها الأخلاقي والديني في هذا الدعم، ونحن نوجه الشكر مرة أخرى للجمهورية الإسلامية في إيران على هذا الدعم. وإيران لن تتخلى عن مظلومية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وعن شعبه. كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن طهران تقدم تقنية صواريخ فجر 5 والصواريخ الأخرى إلى الفصائل الفلسطينية في غزة. وأضاف جعفري في تصريح لقناة العالم أن إيران تقدم ما تملكه من خبرات وتقنيات إلى الشعوب المظلومة. تقنية تصنيع الصواريخ باتت في أيدي المقاومة، فطهران لم تعد بعد الآن تتجشم عناء نقل الأسلحة إثر توطينها لهذه التقنية الحساسة في غزة. قائد الحرس الثوري في إيران اللواء محمد علي جعفري الذي نقل الخبر أكد أن بلاده لن تتوانى عن تقديم الدعم بشتى أنواعه للمظلومين في العالم ومنهم أهل غزة. نحن نقدم التكنولوجيا والتقنية والتجربة إلى المقاومين كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم. صاروخ فجر 5 لم ينقل من إيران، بل تم نقل تقنيته للمقاومين من إيران، وهم يقومون حاليا بصناعة أعداد غير محدودة منه بصورة سريعة. نحن مع هدنة تصب في صالح الشعب الفلسطيني، لأننا نشعر بالألم حيال كل شهيد يسقط في غزة، وأي ادعاء خلاف ذلك هو كذب محض. إلى ذلك قال مساعد رئيس الأركان للشؤون الإعلامية العميد مسعود جزائري إن هذه الحرب كشفت عن نقاط ضعف الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي سيصب في صالح المقاومة في أي مواجهة مقبلة. إن هذه الحرب كشفت عن نقاط ضعف الكيان الإسرائيلي وانقساماته الداخلية، وهذه الحرب التي يشنها الكيان بدعم من أمريكا والدول الأوروبية سيكون مصيرها الفشل، والنصر سيكون حليفا للمقاومة. قائد قوات التعبئة في الحرس الثوري العميد محمد علي نقدي أعلن أن قوات التعبئة بحالة جهوزية دائمة، مشيرا إلى أن غزة قادرة على تصدير المقاومين ولا ينقصها الرجال. نحن على أهبة الاستعداد للتوجه إلى فلسطين عند صدور الأوامر، وغزة لا ينقصها المقاومون المؤمنون، بل يمكنها تصدير الرجال الشجعان. لا تخفي إيران دعمها للمقاومة في فلسطين والتزامها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتعتبر أن القضية الفلسطينية تتجاوز المصالح السياسية لتدخل في إطار المبادئ. من جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب الإيراني علي لاريجاني وخلال تظاهرة للنواب أكد أن إيران تفخر بدعمها المادي والعسكري للمقاومة. إن إيران تفخر بدعمها العسكري للمقاومة، وهذه الحرب هي خطأ في حسابات تل أبيب وستؤدي بهم إلى حافة الانهيار نتيجة لضربات المقاومة. فيما أعرب النواب المشاركون في التظاهرة أمام البرلمان الإيراني عن إدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية على أهل غزة. محمد حسين الموسوي، العالم، طهران.